طبعا احنا اليوم نتكلم عن الدوره الثامنه لمهرجان ذيد للرطب اللي تنظمه طبعا سنويا غرف تجاره وصناعه الشارقه بمشاركه متميزه من مزارع النخيل من ملاك النخيل لكل ما يتعلق بالتمر والنخله المباركه، اضافه الى مشاركه متميزه من الاسر المنتجه والدوائر المحليه والاتحاديه في دوره هذا العام. المهرجان طبعا لله الحمد الهدف منه هو موضوع الامن الغذائي اللي هو ارتفاع مستوى الوعي بالرطب بجميع انواعها واختلافها. اليوم نحن غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مدينة الذيد في المنطقة الوسطى حريصين على تنظيم هذا المهرجان سنويا لملاك النخيل والمزارعي النخيل وكل ما يتعلق بشجرة النخيل من منتجات ومحاصيل وأيضا السعف. لله الحمد المشاركة كل سنة تزيد، اليوم نتكلم عن أكثر عن 100 مشاركة بين أصحاب المزارع إضافة إلى المسابقات اليومية. غرفة تجارة وصناعة الشارقة تدعم هذا المهرجان مليون درهم كجوائز لأصحاب مزارع النخيل على مستوى الدولة، والتركيز على الأصناف الجيدة لرفع مستوى الأمن الغذائي ورفع مستوى هذه الشجرة لملاك ومزارعي النخيل. نحن لله الحمد صراحة عندنا الزوار في ازدياد مضطرد، نتكلم عن العام الماضي نتكلم عن أكثر عن 30,000 زائر خلال أيام مهرجان، وهاي السنة متوقعين عن حوالي تقريبا بين 40,000 إلى 50,000 زائر نتيجة كبر المهرجان، نزيد المحلات المشاركة وأيضا التنوع بين الجهات المحلية والاتحادية كمشاركة وتقديم الدعم للمزارعين. مثل اليوم في كل عام بمثل هذا اليوم نحن نجني ما زرعه زايد، نجني مكارم ودعم الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، اليوم نجني مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اللي خلق مظلة لكل ملاك النخيل في هذا في منطقة الذيد، يلتقي بها المواطنين من كل دولة الإمارات، من كل دولة الإمارات ملاك النخيل يلتقون اليوم يعيدون ماضي الذيد القديم عندما كانوا يلتقون على الشريعة. نحن اليوم عندنا مسابقات جديدة مثل مسابقة النساء نوادر الرطب ومسابقة كذلك الأشبال الذي وصى عليها الشيخ زايد وأكد عليها رئيس الدولة الشيخ محمد ووصانا بها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لابد أن تشاركون النشر لتزرعون فيهم حب النخيل في قلوبهم لينقلونها جيل إلى جيل. مرحبا، أتمنى التوفيق للجميع المشاركين والزوار والتجار.